جلد الوزة او جلد الدجاجة او تشيكن سكين، يعني المشكلة الازلية بتاعت كل بنت في الدنيا. جات لي رسالة من بنوت، انا لقيت الكلمة دي قدامي، اوكي، فانا يعني عندي فضول اعرف ايه اللي كاتبهولي ده، انا مش فاهمة فرنساوي، اوكي انا تعليم انجليزي، انجليزي وعربي زي الفل حلوين قوي. فرحت داخله لها، هاي مساء الخير، قلت لها هاي مساء النور، اتفضلي يا حبيبتي بس ممكن تنزلي بالترجمة؟ راحت قالت لي طيب اوكي. فراحت منزله لي، انا عندي جلد الدجاجه او جلد الوزه، ممكن تقولي لي حل؟ لان بجد انا مكسوفه جدا اروح لدكتور ومتضايقه جدا من اللي انا فيه، وحاسه ان هي ممكن تكون عدوى او الحاجات دي كلها. انا قلت لها ممكن ارد عليكي فيديو، بس قلت لها كريمات وكل حاجه، ورديت عليها تشتري ايه وكل الجو ده. فاستاذنتها اني هطلع المسج بتاعتها او اقول المسج بتاعتها ازاي بعتتها لي، لانها قالت لي انا مكسوفه اروح لدكتور، وكانت بترفض العرسان او بترفض اي عريس يجي لها لان بشرتها كده، فطول الوقت عندها كسوف حتى تقول لحتى لمامتها. قلت لها طيب تمام، ممكن تجربي ده لمده شهر وممكن تكلميني بعدها. قالت لي اوكي تمام. جربت الكريم اللي انا قلت لها عليه وجربت الحاجه، قالت لي خف بنسبه 90%. المهم انا جايه اتكلم ان جلد الدجاجه او جلد الوزه او ايا كان بتقولوا عليه ده، شكله عارفين لما تقطفوا الدجاجه او الريش بتاعها بيبقى فيها بذوز كده، البذوز دي بتبقى في جسمنا. طبعا كل الناس عندهم في اماكن مختلفه في جسمهم، رجاله او ستات، عادي جدا جدا جدا. بصوا يا بنات، في حاجه اسمها كريم اقراط. كريم اقراط ده مهم جدا، انا شخصيا كنت بستعمله وكلمت عنه في فيديو قبل كده واتكلمت عليه كتير كمان. وفي كارباميد، دوت ده كارباميد، اوكي ده حلو جدا، بيرطب الجلد ترطيب عالي جدا جدا جدا. نصيحتي يا بنات انك لما تعملي اي وسيله ازاله الشعر، اي وسيله في الدنيا، لازم اول 3 ايام ترطيب مكثف، يعني على الاقل 3 مرات في اليوم ترطبي بشرتك كويس جدا جدا جدا. ثانيا، لو انت بقى الموضوع زايد كتير قوي عنك، اعملي تقشير لبشرتك كل اسبوع. ونصيحه يعني، ما تشيليش الشعر في المنطقه اللي فيها جلد الوزه دي خالص، او جلد الدجاجه او ايا كان، ما تشيليش فيها الشعر، اعملي تقشير بحيث ان الشعره كلها تطلع وتبقى سليمه، بحيث ان لما انت بتعملي بقى سويت او بتعملي واكس او بتعملي اي وسيله من ازاله الشعر، ما تلاقيش شعرك صغير كده ويشوكك اكنك ما شلتيش حاجه، والموضوع هيبقى نفسيا صعب جدا عليكي. فانا بنصحك انك تعملي يعني تسيبي الشعر يطلع خالص، يعني اصبري شهر كده، شهرين، شهر ونص لو انت بنوته، لو انت متجوزه طبعا لا طبعا ما تعمليش كده خالص، مش هتبقي زيه في البيت. فانت لو بنوته اوكي، ممكن احنا في الشتاء دلوقتي فكلنا بنلبس طويل وغصب عننا كلنا، انت تقدري تعملي الحركه دي لغايه ما يبتدي الشعر يطلع. لو انت الموضوع مأزمك جدا جدا جدا، تقدري بقى تستحملي جلسات الليزر وتعملي ليزر والحاجات دي كلها، تقدري تعملي ساعتها ليزر، الموضوع هيختفي نهائيا، يعني هيختفي خالص 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 بنسبه 99.9%، يعني بصوا الموضوع هيريحكوا جدا. بس اهم حاجه الترطيب المكثف اول 3 ايام، وبعد كده تعملي كل مره يعني مرة واحدة في اليوم، دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. واهم حاجة ترطبوا جسمكم بعد ما بتاخدوا شاور، تخلي جسمك مندي شوية كده، مش شوية كتير بس شوية، يبقى فيه يعني في مية شوية، وتحطي بقى الكريم. طبعا متحطيش كريم كتير قوي لانه بيحبس بقى المية تحت الجلد، الكريم ده طبعا انتي بتحطي كريم على جسمك كله اول ما تخلصي شاور، فبتحبسي المية جواه، فبتخلي قد ايه المية مغذية اكتر من الكريم، لان المية اساسا هي المكون الاساسي لجلدنا واللي نافخ جلدنا ومخلي شكلنا حلو، المية. فالميه تخيلي انت بتدخليها مع الكريم قد ايه الاستفاده بتبقى عاليه جدا، وتبقى حلوه جدا، وتبقى جميله جدا، وتحفه جدا جدا جدا. فانا يا ريت تعملوا الحركه دي. وبلاش يا بنات نعمل سكر وزيت والحاجات الغريبه اللي بتحطوها دي، بس سكر وزيت خالص، انت بتعوري بشرتك، يعني في بنات فعلا بتتعور، زيت زيتون بقى وتحط عليه سكر والحاجات دي كلها. هم عملوا السكربات ليه؟ يعني عملوا لي كل فئات السكربات، سكرب بسعر كذا، وسكرب بسعر كذا، والسكرب بسعر كذا، يعني هم الناس فاضيه مثلا؟ يعني انت دلوقتي عرفتي الحل العبقري اللي تقدري توفري بيه، وفي نفس الوقت انت ما بتوفريش حاجه، وجلدك اساسا بايظ، يعني جلدك اساسا محتاج حاجه فيها كل العناصر الطبيعيه اللي تديله شد، وتديله المرونه، وتديله الحيويه. انت بتحطي زيت اكل بتقفلي المسام اكتر، وبتطلع جلد الوزه اكتر، يعني بتقفلي المسام، لان الجلد اساسا انت غذيتيه بزيت اكل، زيت الزيتون ده زيت اكل على فكره، مش مخصص للبشره ولا الشعر، مكتوب عليه زيت اكل، اللي انت بتحطيه على شعرك وبشرتك ومش عارفه ايه، ده زيت اكل. عايزه تجيبي الحاجات دي جيبيها من عند عطار بقى.
يعني سيبك من ام زيت الزيتون اللي انت بتشتريه بتاع الاكل ده ب 300 جنيه، حرام عليكي والله، انت لو خدتيه افيد بكتير. روحي عند العطار واشتري اللي انت عايزاه لو انت غاويه الحاجات الطبيعيه. انا مش غاويها قوي، يعني انا غاويه مثلا في كعب الرجل، في الايدين، ممكن تلاقي رجليك شويه مش عارفه ايه، ممكن تحطي على جسمك ريحه شكلها ايه فبتدي بيرفل لجسمك، بس ما تحطيش زيوت على جسمك. الزيوت بتقفل، زي ما بتقفل المسام في وشك بتقفل المسام لجسمك. احنا نجيب سكراب ونجيب كريم. عندك كريم بصي كل الاسعار، كتير قوي 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 تقدري تستعمليهم، بعيد خالص عن اللي انت بتفكري فيه. او انت تحطي زيت، تحطي سكر، وحبيت السكر يعني انا ما اعرفش، حبيت السكر تخين قوي، انت بتحسيش انك بتعوري يعني ما بتتقلميش. طب هم عاملين سكراب بطريقه معينه ومخصصه وحاجه ناعمه جدا، وانك تحطي ايدك عليه بالراحه، تفركي كده بالراحه، فبحيث جلدك اساسا فيه بكتيريا نافعه، فانتي بتموتي كل ده وبتحطي عليه طبقه زيت واكتم بقى. انتي لما بتكتمي كده بتحسي انتي ناعمه، مفيش الجو ده، مفيش خالص اللي انتوا بتحطوه ده، وبطلوا تستعملوا ام الحاجات الطبيعيه دي. انتي تحطي السكراب، تطلعي تحطي كريم على جسمك، تحطي المانيكير بتاعك، تعملي شعرك، تقعدي ريحتك حلوه، جلدك حلو، حاسه باللمعه الطبيعيه دي. انتي والله لو اتليفتي احسن ما تحطي زيت، هتلاقي اللمعه دي برده. يعني انتي بتحطي زيت ومبسوطه باللمعه دي هتلاقي اللمعه برده. وزيت الاطفال انا ساعات بعمل بيه سكراب لوشي لما السكراب بيخلص، يعني لما يخلص وكسلانه قلب وهاخد شاور بالليل اضطر بقى انا اعمل كده، بس انا ما بعملش بالسكر خالص خالص بصراحه. زيت السكراب، زيت الاطفال عليه ايه؟ عليه بن، مليش دعوه خالص بالسكر والملح والحاجات دي خالص، لان الملح بيلتهب البشره. يعني انت عندك حبايه فرقعت هتحسي برجليك كلها حرقان، ما اعرفش انتوا بتحسوا بجد حاجه غريبه والله. البنات بتتعور، يعني البنات بتتعور مصممه تعملها كل ما بتخش الحمام تعمل سكراب لجسمها. على فكره زيت الاطفال ممكن تعمليه على ايدك، ممكن تعمليه على كعبك، ممكن تعمليه على اطراف شعرك. انا ساعات لما زيت الاطفال ده بستعمله في حاجات كتير قوي، يعني مثلا رايحه مناسبه ولا حاجه فلابسه مثلا جيب قصيره، مش قصيره قوي يعني بعد الركبه كده، فعايزه رجلي يبقى فيها لمعه حلوه، فاحط الزيت، احط زيت الاطفال عليه جليتر بسيط كده، فدي لمعه لرجلي شكلها حلو. عايزه لمعه لمثلا خارجه الصبح مثلا في الشتاء اللي احنا فيه، بحط سان بلوك كل حاجه، فعايزه اللمعه تثبت مثلا على خدودي، فحط نقطه زيت كده، احط عليها الجليتر او احط عليها الروجاجول اللي فيه لمعه، لان انا بحب اللمعه في وشي، فبتديني لمعه طبيعيه وافكت بسيط قوي قوي قوي. لو عايزين الحاجات دي اوريها لكم بقى في فيديو تاني. فخدوا بالكم من نفسكم، اهم حاجه تستعملوا الحاجات المظبوطه لبشرتكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، وكمان تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تتابعوني على انستجرام وعلى الفيسبوك، اللينكات تحت في صندوق الوصف. باي باي.